اطلاع پہنچ چکی ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کلندرے دورہ حضرت صاحبزادہ والا شان خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ تشریف لا رہے ہیں چند لمحات کے بعد انشاءاللہ. عالم اسلام کی عظیم آواز زینت القرآن نجم القرآن جناب محترم قاری حبیب اللہ چشتی صاحب عالم اسلام کے عظیم قاری مسلک ہماری جماعت کا نام جناب محترم قاری حبیب اللہ چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ کا پاک قرآن سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله سبحان الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله سبحان الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. جزاك الله زينة القرآن جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا ہے.